حياتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو خصوصا بعد المتتبعات قالوا لي عافاك تبقي ديري معنا هكا لي برودوي كوزميتيك اللي كديريهم ولا لي برودوي دو بوتي اللي كتستعملي شاك جور، شنو اللي كيعجبك فيهم شنو اللي ما كيعجبكش فيهم، الحوايج اللي زينين فيهم وباش هكا تعمل الفائده لكل شيء. بالنسبه لاول حاجه هذا واحد التريتمون اللي هذا صراحه صفطاتو ليا ما كوزين بنت خالي من فرنسا، صراحه زوين بزاف هاد التريتمون ديال الشعر، سميتو ريتشيلز لا مارك ديالو. صراحه شنو غنقول لكم، فريمون جربته وجربته، اللي هو تريتمون كديريه دائما يعني ماشي شاك جو، يعني شاك يعني كل مره كتدوشي هكا. فيه هادي اون موس وفيه هذيك لا كريم، هذيك لا كريم سي تان سوا، هذيك لا موس كديريها هكا مثلا بحال الشامبوان كديريها وكتغسلي شعرك، اما ديك لا كريم فكديريها من بعد يعني ما ديري لا بري شامبوان، كديريها كتخليها واحد شويه ومن بعد كتشلي شعرك وكتخرجي. بالنسبه لي سيروم عندي هذا السيروم هذا بور لو فيزاج، هذا السيروم هذا ديال الوجه ديال غرانتيا ديال الشاي الاخضر، صراحه زوين بزاف وفيه الكولاجين، فيه بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا مزيانين للوجه. كما قلت لكم هاد الزيوت الطبيعيه، هاد السيروم هذا واعر، فيه غير زيوت طبيعيه و كيحمي لكم البشره. صراحه ما كتبقاش البشره ديالتنا هكا اللي كيكون عنده البشره كتنشف من بعد المكياج وكلش، ما كتبقاش كتنشف ليه، واللي عنده ديك الزيوت اللي ماشي هما زيوت طبيعيه يعني البشره ديالو دهنيه على والو، صراحه كيفيكاس هذا السيروم للوجه. وكما قلت لكم هاد السيروم هذا كنديرو هكا في الليل، كديرو هكا من بعد الغنساج ديال الوجه، من بعد ما تغسلي وجهك، بعد ما ديري لي سوان ديري هكا اون بوماد عاد وكديري لي سيروم. هذا السيروم الزوج اللي هو اونتي غيد، بجوج بهم ديال سكرين كير نفس لا مارك، صراحه زوينين بزاف وافيكاس. هذا فيه الفيتامين او، هذا زوين بزاف وديال ودايرين فيه حتى الورد يعني البارفوم ديالو، فيه شويه هكا الريحه ديال الورد، صراحه هذا زوين بزاف حتى هو. كما قلت لكم تستعملوهم بجوج بهم، كديروا هكا غير دي غوت هكا غير قطيرات هكا في الوجه ديالكم. هذا واحد لاموس حتى هي ديال سيفورا، هذا ديال لو كور. كما قلت لكم هذا واحد لاموس بحال نقولوا كيعوض لنا لا كريم، من بعد ما تدوشي هكا تقدري ديري هذيك لاموس ديريها للحم ديالك، صراحه زوينه بزاف. ولا مارك سيفورا راني بلا ما نشكرها لكم، صراحه اون مارك اللي زوينه زوينه بزاف. وتا هذه اخرى ديال سيفورا وهذه ديال الكوك، هذه الغانساج سون يعني هاد لو غانساج هذا ديال لي شوفو، يعني الا كنتي مثلا ما دوشتيش وما عندكيش الوقت باش تدوشي وعندك شي خرجه اللي ضروريه، فكديريه بحال اون دي غير راكي دوشتي هاد لو غانساج، يعني بحال اللي تدواش بلا ما. هاد ديال سيفورا صراحه هذا حتى جيتو بزاف هذيك الفتره ديالتي بالنسبه للمراه اللي كتولد، يعني هذيك 40 يوم يعني مزيان تكوني يعني ما غاديش تدوشي لواحد الفتره قبل ما بريسي. وداكشي كما قلت لكم واعر هذا ديال سيفورا، وفيه النسمه ديال الكوك واعر واعر بزاف. هاد لو سوان هذا واعر سون غانساج، يعني بلا حتى شي حاجه. بالنسبه من بعد الزيوت كندير هاد، قبل الزيوت كندير هاد ميكسا. ميكسا صراحه واحد لا مارك اللي معروفه بزاف ديال لي زونفون، بعدا انا بعدا بنتي كندير لها ميكسا بيبي، كندير لها الحوايج ديال ميكسا كيعجبوني كيكونوا دوس بزاف، وشي حاجه ديال لا فارماسي. هاد لي كريم ادغاتون انا افون كنت ندير هادي ديال لا فارماسي ديال ديرمين ديال هاد لو سوان، كنت هو اللي كنت نديرو هاد الكريم ايدغاتون، عندي بيه حتى دي ماكيون اللي كنديرو، وفيه بعدا في نفس الوقت هو دي ماكيون وفي نفس الوقت كيدغاتي الوجه.
وفيه الفيتامين او صراحة زوين بزاف. لي زيو الفيزاج كامل زعما لونتوغاج ديال الفيزاج كامل زوين بزاف. وتا هاد ميكسا يلاه بديت كنجربها، كريم ادغاتون كنديرو في الليل حيت هاديك كملات ليا، قلت علاش لا نجرب هادي ميكسا بيبي حتى هي اكسبير شارج، نقول لكم واعره واعره. وهادي بزوينه كتكون فيها واحد الريحه ديال لي بيتي بيبي، حيت انا قلت لكم كنستعمل ميكسا بيبي لبنتي فكنشمها فيها، زوين هاد الكريم ادغاتون بلوس. هذا لو بيتي مارسيي معروف عليه، معروف لو بيتي مارسيي هذا لو واحد الحليب ديال الادغاط، كي ادغاطينا لو كور حتى لو فيزاج. انا صراحه كنستعملو حتى لو فيزاج 24 على 24، كيكون اللحم ديال الكرطب ديال البور دو كاريتي، زبده الشيا ولا شايه ولا، كيكون زوين بزاف صراحه، كيعجبني حتى هو وفي واحد الريحه اللي هي زوينه. هو تقدروا تستعملوه للوجه، كيضغطي لنا الوجه. بالنسبه للكريم ديال اليدين، انا صراحه احسن وحده عندي هي جليسيرين، وخاصكم تاخذوا الاصليه اللي فيها داك الطومبو هذاك، هو باش تعرفي الاصليه مكتوبه فيها الاصل، حيت كاينه وحده حتى هي كدير 20 درهم يمكن، ماشي اصليه والبوطه ديالها شويه كبيره عليها. وكما قلت لكم هنايا هذا ديال لوكسيتان، واحد شامبوان اللي كيكون فيه 5 ويل، كيكونوا فيه 5 ديال الزيوت الاساسيه. صراحه هذا زوين بزاف، هاد لا مارك ديال الشعر، ولكن هاد لا فورم هادي غير ديال مثلا فواياج ولا مثلا اللي كدير لونترينمون ولا شي حاجه. بالنسبه للكريم اللي كيرطبوا لنا او لا ما عرف شنو كيقولوا ليهم، المهم هذا هاد لا كريم هادي زوينه صراحه ديال ايربا ميديكوس ديال لا فارماسي، كيديروها غير بلا جل الوفيرا، واحد البلسم اللي هو زوين بزاف. كان عندي اون غام فيها كلشي ديالو، لا بيلو فيها بزاف ديال الحوايج، بقات لي هذيك لا كريم. بالنسبه لا كريم ديال يعني جل نيتوايون ولا جل لافونت، لافون كندير هذا ديال سيان ولا ديال نيتروجينا، وهذا ديال نيتروجينا ديال بومبلوموز غوز صراحه واعر، وحتى الريحه اللي فيه زوينه بزاف. انا جو بريفير هذا ديال نيتروجينا، اول مره جربته كانت بنت خالي بنت خالتي ما كوزين جابته ليا، صافي ولا بريفير عندي. بالنسبه لهذا واحد الزيت ديال ويل دو بوتي صراحه زوينه بزاف ديال اونتي اج لو كور، وحتى لو فيزاج ديال غارني زوينه بزاف حتى هي، كنستخدمها وكتعجبني بزاف صراحه زوينه. فيها حتى الريحه زوينه. هاد واحد الزيت ديال الصبار، هادو بالنسبه للنساء اللي كيولدوا من بعد الولاده، الكرش ديالك كيكون فيها داك الخطوط زوينه. بالنسبه لذاك شامبوان ديال لوكسيتان اللي وريت لكم، كاينه معاه جل شاور ديال الاموند ديال اللوز، حتى هو زوين بزاف دايرينو بالزيت. وكاينه زيت اخرى اللي قلت لكم بحال هذيك الزيت ديال الصبار اللي كتصلح القشره وكتصلح تشققات الجسم، هذا الزيت ديال الكاريتي صراحه هي واعره للتشققات بعد الولاده. بالنسبه للماسكارا فانا كنستخدم هذه ديال كيكو اللي كتكون في هذاك الخط بلو اونتي واتر، المهم اونتي او زعما ضد الماء، اولا هذيك ديال اسانس، ولا بيلو كنستخدم هاد ديال لا فارماسي العاديه ديال لوكو ديال الفريز ولا الفرامبواز ما. بالنسبه للباليت ديال الماكياج انا كنستخدم هذه ديال الماريونو، صراحه زوينه هاد لا باليت، فيها لي كولور اللي هما لي كولور زعما ديال مارون هكا نيود شويه، صراحه زوينه باقي مستعملتها باقا جديده. ولا هادي اخرى ديال هادي خدتها ليا اختي، كنبغي نقول لها شكرا بزاف، خدتها ليا. والاخرى كانت خدتها ليا ما كوزين ديال ماريونو حتى هي. الفيديو اللي السابق ديال ايفروشي جاوني تساؤلات على باش كنعرفوا المده ديال الصلاحيه ديال لي برودوي، فهاد العلامه هي اللي كتقول لي. المهم اي برودوي كما قلت لكم كيكون فيه سوا 12 موا سوا 6 موا،
يعني على حساب شنو عطاوكم غادي تكملوا ديك لا دوري. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تخليو ليا جام وتفعلوا الجرس باش هكا ان شاء الله يوصلكم كل جديد. باي باي.